السلام عليكم. أفضل طريقة لتذكية الحلزون هي غمره بالماء المغلى مع التسمية، وذلك بعد الاحتفاظ به 3 أيام دون إطعامه، وبعد غسله جيدا بالماء، ثم نضيف له التوابل التالية ويطهى لمدة 2 ساعة على نار هادئة. اختلف العلماء في حكم أكل الحلزون البري، وقال الإمام مالك أن حكمه حكم الجراد، والذي حرمه اعتبره من الحشرات، لكن الحلزون يطلق على بطنيات القدم الرخوية التي تتخذ صدفات أو قواقع لحماية جسدها الرخوي، وتتواجد الحلزونات في الماء العذب، المحيطات، وفي البر. حساء الحلزون بالطريقة المغربية مفيد ولذيذ جدا، يستحق التجربة. بالصحة والهناء.